Espera. Can I be your superhero? كيفكم على الطريق ويا رب ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. سالكن قد الدنيا كون كتير صار لنا كتير زمان ما حكينا لكم اي شيء عن البيبي وتطورات البيبي وشو صاير معنا. اليوم واخيرا عنا موعد عند الدكتورة. بما انكم انتو عائلتنا فلازم تكونوا معنا بكل شيء، لازم تكونوا عارفانين كل شيء. ومن وقت ما رحنا المرة الماضية تقريبا من شهر ونص من شهر ونص او شهرين، وقت رحنا واخذناكم معنا عند الدكتوره وشفنا البيبي لاول مره، حكينا لكم انه وقت بدنا نروح ونسمع دقات قلب البيبي لاول مره بدنا ناخذكم معنا. انا هلا صار لي 12 اسبوع حامل، هيك عاطيني البرنامج طبعا ما بعرف اكيد، فهلا بنروح عند الدكتوره لنتاكد اذا 12 اسبوع تماما. فهلا قالوا لنا انه عند 12 اسبوع حنقدر نسمع قلب البيبي، وحابين انه بهي اللحظه هي تكونوا معنا، حابين انه انتم هيك تشاركونا هاي اللحظه. بالفعل لحظة أظن تكون كتير حلوة، أنا كتير متحمس لها بصراحة. أنا كتير أنا كمان والله كمان حسون. المشكلة إنه حسون ما حيقدر يروح معنا لأنه عندي فوتبول. مو بس عندك فوتبول، كمان إنه ممنوع هلا بهي الأوضاع إنه أنت تروح معنا على العيادة. صح، فنحن بنعتذر جدا استاذ حسن، بس وقت حنرجع من عند الدكتوره حنكون جايبين الصور وحنفرجيك الصور الجديده تبع البيبي لتشوف البيبي كيف صار. طيب وفي لسه شيء منيح، قول انه بفوت ولا انه بتصلى، يعني ما في عندي شيء. يا سلام، ممتاز، هي شغله رائعه. فاللي حيصير هلا انه حناخذ حسن لعند الفوتبول ونحن رح نروح على موعدنا. يار اليوم هي سائقه السياره الصبح، وصلت حسن على المدرسه ورجعت، هلا طلعت بدي اركب بالسياره. بالله تعالوا افرجيكم المنظر اللي صاير. اول شيء في حدا بالله بصف السياره بهالطريقه، يعني السياره كلها ما السياره لازم تكون هيك على فكره، فهي صفتها هيك ثانيه. بالله يارا عمري بحياه ربك حدا بصف السياره بهالطريقه. شباله هي صفت سياره بعدين تعي معلش تصوريني. بالله فرجيهم شغله ثانيه كمان، فرجيهم العذاب الاكبر من بعد ما انت تسوق السياره. يلا بالله تعي فرجيهم في حدا بيقدر يسوق بهي الطريقة؟ يعني شو بدي اسوق انا؟ طيب يعني انا اذا بيطلع وبطلع هيك يا اخي والله ليسوق السيارة بالله كنا ما مبين كثير مني، يعني انا حسوق السيارة هيك. رجلي يعني حتى رجلي مو ضابطين، يعني انه موضوع كثير صعب. فبالاخير يعني لك بتقرب هاي وبتقرب الكرسي كمان من ورا، ما بيوصلوا رجلي لانه حتى انه من هون ترفع الكرسي، فانه بجميع الحالات يا والله تغير شكلك. انا بحس حالي راكب هيك، يعني انه انا بسوق. ماما بابا انا كان امبارح اذا هيك تركت بكره بس انت تتعلم السواقه بابا، بس صار عمرك 18 سنه بتصير انت بتسوق بعد ماما، بعدين اظن صار عمرك لا بصير اكبر مني كمان ساعة، يعني نفس الشيء بكره بتصير انت اكبر من ماما. ما اكبر شو اكبر؟ لا يعني اطول من ماما وقت صار عمرك 18 سنه، يعني قربت تصير اطول من كتير قربت. لسه في شوية وقت، ما بعرف حاسس بدي اشتري اطول واحد منهم. يا سلام يلا ان شاء الله. ما بعرف يا رب متكسلني ما بدها تنزل معنا، فهلا رايحين بس انا وحسون. حسون شو جاهز الفوتبول؟ يب يلا ركضا لانه تقريبا حنتاخر. هلا انا وحسون عم نركض لانه تاخرنا شوي على الفوتبول، فصار لازم نلحق. حسون باي. تتذكروا وقت من يومين كنا عم نصور لكم وكان الطقس كتير شب بهولندا، وقلنا لكم اليوم عندنا طقس كتير حلو وكنا لابسين نص كم. هلا رجع مطر وتلج ورجعنا عم نلبس كم طويل وجواكيت كمان، يعني انا لابس كنزه صوف ولابس فوقها هلا جاكيت، فعنا هلا كتير برد. فيعني يا رب صراحة ما حقت تتكسر وما بدها تنزل، يعني يمكن لو ما عندها روح عند الدكتوره اليوم ما كانت قامت حتى من البيت. يعني على كثر ما قلنا متحمسين وصلنا عند الدكتورة بكير، فلا قاعدين عم نستنى بالسيارة ليصير وقت الموعد تبعنا. الفكرة انه نحن صرنا زمان هلا ما لنا مطمنين على البيبي. صرنا زمان كثير، يعني حتى حاولنا ناخذ موعد قبل هذا الموعد بس هن ما وافقوا يعطونا. قالوا انه ما في داعي، وانه يعني اذا اخذناه ما عاد يعطونا هذا الموعد اللي هلا اللي انه فينا نسمع قلب البيبي، وهذاك انه ما كثير بنستفاد منه شيء لانه ما بيقدروا يعطونا كثير معلومات. يعني مو بس هيك، انه قالوا لنا انه كل شيء اسابيع تحت ال 12 اسبوع بيكون شكل البيبي لساته تقريبا نفسه، يعني فما حيتغير كثير، فنحن ما حنقدر نشوف شيء زياده. اما وقت بصير 12 اسبوع وبعد فبيبلش يتغير البيبي، ف
فلا هيك انه قالوا لنا لا انه لازم نستنى ليصير 12 اسبوع. فهذا السبب لانه نحن اليوم اللي رايحين بصراحه كثير كثير متحمسين. انا حابب اشوف يعني شو صارت تطورات بجسم البيبي يعني او شوي. هلا البرنامج شو عم يعطيكي؟ البرنامج عم يعطيني انه هو هلا بلش يقدر يحرك ايديه هيك, وما هو ما انه كاتب انه بيقدر هو يتحرك, بس انا اظن كمان انه كلياته يمكن بيقدر بيتحرك هلا. وكلياتكم سالتوني عن البرنامج لانه بقدر اشوف منه تطورات البيبي. سامحونا بالتعليقات, نحن كثير عم يجينا اسئله مثلا مثل وقت اجانا على هداك الفيديو انه شو اسم البرنامج اللي يارا عم تشوف فيه تطورات البيبي. جاوبنا على كم تعليق بس ما قدرنا نجاوب على كلياتهم. عم يجي تعليقات كميه كثير كبيره, وحتى يارا نزلتها مره كمان عندها على الانستا كمان قالت لكم شو اسم البرنامج, بس في عالم اجوا ثاني يوم او ثالث يوم فما لحقوا يعرفوا شو اسم البرنامج. فلهيك تقولي لنا اسم البرنامج هلا؟ انا اظن نكتب لهم اسم البرنامج تحت بالديسكريبشن احسن. حنحط لكم اياه بصندوق الوصف, بس اللي ما بيعرف يصل لصندوق الوصف. اسم البرنامج هو Pregnancy Plus, انه زائد اخر الشيء. اول ما تفتحوا لازم تحطوا كل المعلومات عنكم. هو بيسالكم انه بيسالكم كل المعلومات وانتم لازم تجاوبوا طبعا. وانا هلا مثلا حاطيني ب 12 يعني بيمشي معكم هو اسبوع بفرجيكم تطورات البيبي. شغله كثير حلوه يعني انا ويارا كل ما بصير مثلا بتفوت باسبوع جديد فبنفتح بيكونوا حاطين معلوماتنا. بهذا الاسبوع مثلا بينبنوا الاعضاء الداخليه للبيبي, بالاسبوع اللي بعده مثلا ببلش العيون. 12 اسبوع هو كل اسبوع عم يحطوا ثلاث معلومات. بهذا ب 12 اسبوع انا هلا حاطينه مثل شايفين هيك انه بيقدر بيحرك هلا ايديه اصابعه ايه اصابعه ولا ايديه شو حط؟ لا ايديه ايديه بشكل عام. ايه وكمان شو ايه انه كل الاعضاء الداخليه صار شكلهم بالشكل النهائي مثل يعني مثل ما حيكون وقت تصير حقيقي يعني, يعني طبعا ما كبار يعني صغار بس انه هذا شكلهم النهائي. وانه الرئتين وانه الرئتين هلا صار بيقدر يتنفس. يعني طبعا هو ما بيقدر يتنفس بقلب الكيس بس انه اذا طلع لبرا يعني صار بيقدر يتنفس. وطبعا كمان بيعطي كثير معلومات يعني مثلا عن عني يعني عن المراه الحامل. انه انا اظن انه صار وقت نتاخرنا ما دخلنا على حكي والله احنا كملنا صار وقتنا. فخلينا ننزل. اذا عندكم اي اسئله ثانيه على البرنامج يعني انا برايي نزلوا عندكم البرنامج كثير حلو. اذا واحدة حامل يعني تنزلوا عندها. واذا عندكم اي اسئله روحوا عند يارا على الانستغرام كمان حنحط لكم اياها بصندوق الوصف. روحوا لعندها وسالوها الاسئله اللي بدكم اياها. هلا وصلنا للعياده عم نستنى لحتى تيجي الدكتوره تنادينا. شو يارا ما بعرف انا هاي المره حاسه هيك قلبي عم يدق بسرعه يعني حس ما بعرف قلبك مع هذا البيبي مع بعض يعني ما بعرف كانه يعني انا عم اتنفس صعب ولا هو ولا متحمسه كثير ما بعرف. هلا انا صراحه كمان كثير كثير متحمس. هلا صار البيبي بهذا الحجم مثل ما لكم شايفين ليكل بيبي. يا حتى الدكتوره عم تقول انه البيبي عم يتحرك. شو يارا شوفوا الدكتورة عم تشرح لنا هاي الرجلين للبيبي. هون في ايديه موجودين. اللي شايفهم البيبي متغير كتير عن المرة الماضية ما بعرف الشعار مثل كل مرة هيك انه كتير حلو. يمكن لان اصلا زمان ما اجينا ما شفنا ما طمنا على البيبي ما طمنا شو صاير. فانه اليوم كان كتير كتير حلو. هلا طلعنا من عند الدكتورة وطلعنا طبعا يعني طلع البرنامج غلطان لانه انا ما عم بحسب اصلا. انا والله ما عاد اعرف يعني الدكتورة هي الغلط ولا البرنامج هو الغلط ولا الحسابات. اكيد الدكتور كل ما بنروح بتقلنا شيء. طب كل ما بنروح بتقلنا شيء. حتى هذيك يعني رحنا عند دكتورتين يعني غير بعض. واحدة قالت لنا يعني بوقتها هذيك المرة وقت رحنا واحدة قالت لنا حامل كان بسبع اسابيع. ايه يعني كل واحدة والثانية قالت لنا ثمان اسابيع يعني انه في فرق بيناتهم. ايه ما بعرف. فانه هي الدكتورة قالت لي انه هلا اليوم 11 اسبوع ويومين ولا اربعة. ايه انا اخر مره ضبطت البرنامج على اساس حكي الدكتوره انه هل قد انا حامل فانا ضبطته انه هيك. فكنت على اساس اليوم حامل 12 اسبوع ويومين فطلعت لا 11 اسبوع واربعة ايام. ما بعرف فاتتنا الموعد تبع الولاده كمان فانا يا خوفي انك حتى يكون الموعد غلط. امتى قالت لنا الولاده بتكون؟ لا كان غلط 25/10. لكن المشكله اللي ما يعرف انا محتار نزل بقى هذا الفيديو ولا ما نزله. يعني راحت الفكره تبع الفيديو انه كنا بدنا نسمعهم دقات البيبي معنا. معلش هلا نحن عم ناخذكم معنا بكل تطورات البيبي وهيك يعني انتم مو عائلتنا صراحه. انا كل القصه انه انا خايف انه انتم تملوا تقولوا انه عم ننزل كثير كثير على البيبي وانه هيك الوضع كومل. هلا بصراحه نحن ما نزلنا كثير. نحن نزلنا وقت الحمل ما نزلنا ونزلنا باول مره وقت البيبي وقت رحنا شفناه وهي ثاني مره.
لكن انا مستغرب احنا من لي تعليقات على القناه انه كثير عم تنزلوا عن الحمل، بس والله احنا ما نزلنا شيء عن الحمل، يعني الفيديوهات حتى اللي نزلناها كان وقت عن حسام ورولا، كانت رولا هي الحامل، ما نزلنا عن نحن يعني. فعلى طاري انا متاكد انه انتم اكيد بتحبونا وحتحبوا انه تمشوا معنا خطوه بخطوه يوم خطوه بخطوه وبعرف انه بتحبوا تعيشوا معنا خطوه بخطوه يوم بيوم يعني، فانه هذا اللي صار معنا اليوم والله. بس انا اكثر شيء انبسطت انه صحيح 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 كيف قديش عطتنا صور. هلا حزريني بدي اروق حسون. ايه حسون هذيك المره وقت فرجيناه الصور، اذا بتتذكروا اللي شاف الفيديو القديم اول مره رحنا عند الدكتوره كان البيبي مو مبين، فهو يطلع هيك قلنا انه شو هذا يعني ما له مبين، بس هالمره مبين يعني حيشوفون. بس يكون اكثر صوره مبينه مبينه ما؟ ايه ما بعرف مبينه. احلى شيء انه كان البيبي كتير 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 عم يتحرك وهيك، فنحن كنا كتير كتير مبسوطين ما بعرف يعني كان كتير حلو والله العظيم. يعني نحن هذا كله اللي نحن فيه هلا فضل من رب العالمين، وتاني شيء بعد فضل رب العالمين هو دعواتكم، لهيك نحن لساتنا هلا بحاجه دعواتكم هيك لوقت بعد ما تلد يارا، وطبعا يعني لبعدين، بس انه بقصه الحمل بالذات انه بالله يخليكم عم تدعوا لنا دائما، هاي اكثر شغله مهمه يعني. انتم بتعرفوا قديش نحن بنحبكم وقديش بهمنا انكم تكونوا واقفين معنا، فاكثر شيء حسنا انتم معنا واقفين معنا بهي القصه هي وقت تدعوا لنا وقت نسمع دعواتكم يعني. شو حسون خلص تمرين؟ يا سلام كيف كان؟ حلو حلو ماشي حاله. لعبتوا مباريات اليوم؟ وربحتهم كلهم. اوه شطور حسون برافو، ربحتوا كل المباريات؟ يب. طب حزير في مفاجأة هلا؟ شوفي جبنا الصور تبع البيبي. عن جد؟ شوف ايه بس بين صار بين بيبي بيبي يعني هلا. اوكي شوف مبسوط. يلا صور بيبي كنا بدنا نفرجيها هون لحسون بالبيت، بس ما في عم ينق علينا من اول ما طلعنا من النادي وهو بده يشوف الصور، فلهيك هلا صفيت السياره على جنب. تعال شوف الصور، تعال شوف البيبي حسون، تعال جهز؟ شوف هالصوره اعطونا، شايف اول الصوره؟ شايف هذا شكله الراس والبطن وهي شغله. ايه برافو شو بيبي ما؟ بيبي عن جد. شو هيك يعني ثانيه ثانيه تعال استنى هذا الرجل هي هي رجل؟ يمكن ما بعرف. وهذا الايد يعني شو هيك؟ يعني عن جد شكلها عليك يعني ايه يعني مبين اول وحده مبينه بس هي ما بعرف كلهم مبين شكلها هي هذا الراس اي من هي بطنه وهذا عن جد كمان هي مو مبين كثير كثير منيح بس هي مع شو رايك؟ هي شكلها عشانك بس شو رايك؟ يعني هالمرة مبين البيبي ما ممكن هذيك المرة هذيك المرة ما كان مبين منيحة يعني ايه تزبط الصورة ايه طبعا حقيقي حقيقي يعني بطنك كل هذا قد كبير؟ لك لا هو صغير هو صغير بس هيك مبين هيك هالقد هو بس هو ما اظن شكله اقوى لا هو وعن جد طلع هيك يعني صح يعني هيك اوكي بطنك والله كثير كبير لسه بده يكبر بده يصير هالقد وهيك قدم بطيخة لو يعني هذا اللي بعايز بس يعني بطيخة شي هيك ومدو عن جد يطلع هيك لا أصغر بابا ايه يعني تقريبا ايه أوصف عندي شي باقي لو يجي لبو باقي قديش باقي ست شهور ست شهور ايه يعني بعد عيد ميلادك بشهرين ايه والله متطول يعني انت بدك يا اسرع يعني يجي البوبو؟ ايه جعباليها بالضبط بكره بكره بيجي صغير هالقد بس بكره بس عم يجي الوقت بسرعه بابا الوقت عم يمضي بسرعه بكره ما بتلاقيه الا اجى ايه؟ ايه يعني تقلد بكره يعني لا مو بكره بكره يعني قصدي بكره بالمستقبل ايه طيب لك صحيح يا جماعه كان بدي اقول لكم شيء بالفيديو اللي ماضي قلنا لكم اذا بدكم يعني يتحكم بيارا لمده يوم كامل حطوا لنا كثير لايكات فانتوا فهمتوا الموضوع غلط، اجانا كثير ديسلايكات لانه جيش يارا كلياتهم كانوا ما بدهم يعني يتحكم فيها، فاجانا كثير ديسلايك على الفيديو، اول مرة بيجينا ديسلايك بهالكمية هي على الفيديو، فأنا صار عندي فضول انه انتم ما حبيتوا الفيديو وقت نزلت على الانستغرام، كل العالم كتبوا لي انه لا حبينا الفيديو كثير وبالعكس كان بجنن، وحتى كمان نزلت بوست على اليوتيوب وكل العالم قالوا لي انه لا حبينا الفيديو كثير، بس انه ما بدكم يعني يتحكم بيارا، فانتوا فهمتوا الموضوع كثير غلط يا جماعة. فبهذا الفيديو عوضونا وحطوا لنا كثير 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 لايكات واللي ما له مشترك بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس كمان. تأخرنا شوي برا رح ترجعنا على البيت فرجع حسون فورا عنه ونحن اجينا فتحنا الكاميرا عشان نختم معكم الفيديو، بدي اسألكم بس سؤال، إذا انتوا عجبكم نوع الفيديوهات بس اكتبوا لنا تحت بالتعليقات
اما اذا داء خلقكم من قصه البيبي فكمان اكتبوا لنا مشان نحن ما بنقعد بنصور اي شيء بخص البيبي، بنرجع بنصور فلوجات عاديه وتحديات وهيك قصص، وبنبقى بس بقى بنصور بس حفله جنس الجنين والفلوج تبع الولاده، وما بنقعد بنجيب سيره ثانيه يعني اذا انتم مو حابين هذا الموضوع. اما اذا حابين الموضوع كمان اكتبوا لنا مشان نخليكم معنا دائما على تواصل، تعرفوا دائما شو عم يصير معنا، شو صارت تطورات بقصه البيبي وبس. وقبل ما ننهي الفيديو نطلع تعليق من التعليقات حوراء من العراق، وانتم لا تنسوا تعلقونا تحت هذا الفيديو عشان تطلع من الفيديو اللي جاي. هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو تبع اليوم، واذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه عشان عائلتنا تكبر. بنحبكم كثير، باي.